بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم عن نوعين من البشر. النوع الأول النوع الخير، وبنقول كده إن هو مفتاح للخير مغلاق للشر، يعني دايما كل أفعاله كلها خير، كل تعاملاته كلها خير، بيفتح دايما للخير وبيغلق كل طريق يؤدي إلى الشر. والنوع الآخر هو العكس تماما، مفتاح للشر مغلاق للخير، والعياذ بالله من هذا النوع. يعني المفروض ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان احنا نعمل كل حاجة كويسة ونتعامل مع الناس بكل الاساليب المرضية والرائعة والجميلة، علشان حتى الحياة نفسها يكون ليها قيمة ويكون ليها طعم. قصة جميلة جدا على ازاي يكون الانسان مفتاح للخير مغلاق للشر. كان أحد المدرسات معلمة يعني في الفصل بتسأل سؤال فبيجاوب عليه تلميذ أو طالب، وشعرت باستهزاء الزملاء لهذا الطالب يعني، وبيسخروا منه أو استهجان يعني في الأسلوب، لأن الطالب عنده عدم ثقة وعدم يعني إحساس بالأمان والراحة يعني في وسطهم، فبالتالي بيديله انطباع بأنه في حاجة غلط. فلما الإنسانة دي أو المدرسة أو المعلمة حست بكده، فحبت تكون زي ما احنا بنقول كده من النوع اللي هو مفتاح للخير ومغلاق للشر. فبعد اليوم ما انتهى نادت على التلميذ او الطالب ده، وبعد ما الزملاء كلهم خرجوا قالت له على بيت شعر معين. هي حبت تحل الموضوع بس باسلوب يكون مختلف يعني. قالت له احفظ بيت الشعر ده كويس جدا جدا، وتيجي تاني يوم تكون حافظه، يعني زي ما بنقول كده حافظه حفظ تام يعني. تاني يوم كتبت المعلمة بيت الشعر على السبورة وشرحت الدرس. هي كانت معلمة لغة عربية وشرحت الدرس بكل معانيه وبكل المحسنات الجمالية في اللغة والكلام ده، ومسحت بيت الشعر من على السبورة، وطلبت من التلاميذ كلهم أو الطلبة كلهم، بتقول لهم مين حفظ بيت الشعر اللي أنا كتبته. فمحدش طبعا كان في باله إن هو يحفظه، لأن كمان وقت الحصة كان بسيط ومش في دماغهم إن هما يحفظوا بيت الشعر. فمفيش ولا طالب رفع ايده الا الطالب اللي هو الخجول ده، ورفع ايده على استحياء وكان كله حياء وقلق. فطلبت منه المعلمة او المدرسة ان هو يقول بيت الشعر، وفعلا بدأ يقول بيت الشعر وهو خايف وهو قلقان جدا وهو عنده عدم ثقة في النفس. فلما قال بيت الشعر المدرسة طلبت من زملائه يسقفوله يعني أو يصفقوله يعني زي ما بنقول. الزملاء كلهم استغربوا إزاي هو حفظه وإزاي هو كان حافظ حاجة زي كده. فالولد بدأ ياخد فكرة ثقة بنفسه، بدأ ياخد إن شوية كده ثقة بالنفس جات له شوية. فتاني يوم اتكرر نفس الموضوع، المدرسة طلبت منه على مدار الفترة التالية نفس الأوضاع، وبالتالي بقى هو اللي بيجاوب، بدأ ياخد ثقة بنفسه جامدة جدا، وبدأ يتعامل مع
الدروس بثقة جامدة جدا وبأسلوب قوي، وبدأ مستواه الدراسي يتحسن كثيرا مع كل مرة كان بيصفق لي زملائه أو بيسقفوا له زملائه بطلب طبعا من المدرسة. رجعت له ثقته بنفسه وبدأت درجاته تتحسن كتيرة جدا، تخرج بدرجات عالية جدا جدا والتحق بكليات القمة، كلية من كليات القمة، ولم ينسى أبدا من قدمت له المعونة ومن قدمت له الخير في لما كان وقت ما كان تلميذ. عمل ماجستير ودخل في موضوع الدكتوراه ومع ذلك لم ينساها أبدا. فكانت هذه المعلمة مثال رائع للأشخاص، مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللي كان على شاكلة هذه الأنواع اللي هم زملاء الطالب، كانوا بيسخروا منه وكانوا بيستهزئوا بيه. وهؤلاء الأشخاص يجب أن يعني تختفي هذه العادات وهذه القيم وهذه المبادئ البالية اللي يجب إن احنا نتخلص منها جميعا. يا جماعة دعوة إن احنا نكون مفاتيح للخير دائما، ونحن على أبواب رمضان، وأتمنى أن يكون رمضان سعيد وخير للجميع. يا رب يكون جميعنا كلنا نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم آمين. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. أتمنى للجميع الخير والسلامة، وكل عام والجميع بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، ولنا لقاء في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة شكرا الله. على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.